كما كتشاهدوا معنا الاخوان دائما الريزو ديال دار الاذاعه والتلفزه المغربيه بعيشوق، وكما كتشاهدوا معنا الحميمات راهم كيدوشوا بخير وعلى خير. الله يسخر اللي يدوش كي يدخل لداخل. انتما الاخوان هما داخلين لداخل مجبدين ليا مع راسهم تبارك الله. الله يسخر. انتما الاخوان كما كتشاهدوا معنا اليوم راه بان لي الحال سخون سخون بزاف تبارك الله. الله يسخر كما كتشاهدوا معنا الاخوان. يلا اللي باقي ما عامش يخرج يعوف. يلا زيد وزيدو زيدو ما بقاش. ايوا انتما الاخوان شي واحد سبوتنيكا راهم باقي كيتشمشم جبدي ليا سبوتنيكا. الله يسخر الحميمات راهم ناشطين ضروري الحميمات خصهم يعوم الاخوان ضروري البداله ضروري الحمام باش يعوم في البداله ضروري باش الريش كيطلع زوين وكيطلع كيطلع رطب وكيحيد ديك القشره ديالو مع الماء. وهادشي اللي كاين تبارك الله. الله يسخر هاد الحميمات هادو راه عطيناهم ياكلو شتيهم الاخوان. بقى اليوم ما نعطيوهم الماء باش يشربوا. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الله يسخر تبارك الله. الله يسخر هادو شنيب هادو تاهما فيهم الشنابر وفيهم الحمام اللي كبير. كاين اللي لعبات الموسم هذا اللي داز كلهم لاعبين تقريبا شي 24 حمام تقريبا لعبه هنايا تقريبا كلهم لاعبين حتى راسهم ليل واد الشبيكه. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الله يسخر. دعيو معنا دائما عن طوندين بالعيد صلاح الدين لموسم 2019 2020. وحنا غادي نعطيهم يعوموا نعطيناهم يعوموا. دابا غادي نعطي الحمام اللي في اللوفس الوسطاني باش الحمامات يعوموا يشربوا يعني يشربوا. حنا ديما عندنا مع العمال. يلا شربوا الزوينين شربوا. وانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الحمامات راه ناشطين. الله يسخر الجميع وتحيه لجميع الاخوان ديالنا كيشاهدوا معنا هذا الفيديو عبر قناه بالعيد منتقي عبر اليوتيوب. وندير واحد الاطلاله في اللوكس اخر فيما تاهما اللي كانوا لاعبين ذاك العام عاود لابيناهم عاوتاني كما العاده كما شفتوا الفيديو في السابق. انتما الاخوان الحميمات راه بلي باك مانيتيك ديالو كلهم لاعبين تبارك الله. خلينا منهم تقريبا ولد 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 يعني فرخ 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 باش الحميمات يوكروا. هانتوما الاخوان شتيهم الحميمات دابا راه كيشربوا تبارك الله. اللهم بارك وزد في ذلك. هانتوما الاخوان الحميمات راه كيشربوا ناشطين بخير وعلى خير. درنا لهم واحد البرودوي ديال الاخ مصطفى ايتالي يعني واحد البرودوي ديال البداله مزيان الريش مزيان كلشي تبارك الله ناتشورال ما فيهش لي برودوي كيميك. هذا جميع الاخوان ديال مدينه الدار البيضاء كيستعملوا هذا البرودوي هذا تبارك الله. الله يسخر كي اللي يشرب كي اللي يطلع كي اللي باقي كياكل ما شبعش. هانتوما الاخوان شتو الما كيدير راه كيبان عليه الاثار ديال العمان يعني كاع داكشي اللي كان في الريش القشره وبعد ما نقولوش الاوساخ. المهم الحمام كيتنقى الحمام ملي كيعوم كيعود نقي كاع داكشي اللي فيه وداكشي القشره اللي في الريش والريشه اللي قريبه تطيح كطيح في الماء. المهم الحمام كيتنقى بمعنى الكلمه. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الحميمات هما مجبد ليا بسبوتنيكا تبارك الله. الله يسخر. ايوا الاخوان هانتوما كما كتشاهدوا معنا دائما اللوف ديال طوندين بالعيد صلاح الدين عن جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل عصبة الدار البيضاء الثقافية. الله يسخر. وكما كتشاهدوا معنا الاخوان
المساحة المحيطة باللوف ديال الطوندين بالعيد صلاح الدين. وانتم الاخوان كما كتشاهدوا معنا كاين لي بيشوار كنزي حتى هما باقي ما ساليناش باش تركبوهم. هاد البيشوار كنديه في الشجنة الوسطانية، هاد البيشوار الاخر ديال كنديه في الشجنة اللي في الطرف اللي على اكوش ديال اللوفت. وكما كتشاهدوا معنا الاخوان دائما هادي مدينة الدار البيضاء الكبرى من فوق القمة ديال دار الاذاعه والتلفزه المغربيه بعين الشوق. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الله يسخر. بارك الله. واش نقول لكم الاخوان، دعوا معنا باش الموسم يكون دايز بخير وعلى خير الحمد لله. كما العاده هذا هو اللوفت، لوفت الطوندين بالعيد صلاح الدين. كاين شي اخوان راه باقين معكازين على الحمام، كاين اللي باقي ما كيوجدش، كاين اللي غير كيفرخ وكيلوح غير كيفرخ وكيباقي وصافي وشجنا الحمام. كاين اللي طالقو كاين اللي ما طالقوش، كاين اللي عطي العنايه كاين اللي ما عطيش العنايه. اخوان بغيتي الجوائز وبغيتي الدبلومات وبغيتي داكشي في السنه في السباقات ديال الحمام، ما عليك تقابل الحمام مزيان، تقابلو مزيان بما فيه الكفاية. عندك الحمام من تيكون بيضة في الطاجين هو كتكون مراقبة، مراقبة البيض واش عامر ما عامرش، واش تذكرو نتو كيريحو على البيض ولا ما كيريحوش. من تيخرج الولاد كيشوفو واش كياكلوه واش كياكلوه ولا ما كياكلوش، واش الريش طالع زوين، واش الولد طالع اون فورم ولا ما طالعش اون فورم. من كيبدا يخرج كتعاود تخرجو تاني كيتشمش كتشوف واش طار ولا ما طارش، ياك مرتو الدر. ومني تيعاود يزيد يكبر شويه كتشوف عاوتاني واش كيطير مزيان ولا ما كيطيرش مزيان. من تيكون في الشجنه خصك تعاود تقابلو عاوتاني واش كياكل مزيان في السجنه ولا ما تياكلش، واش كيشرب ولا ما كيشربش، واش الصحه ديالو جيده، البزقه واش مزيانه ولا ما مزياناش، الحمام واش كيطير وكينزل كيدخل ولا كينزل كيبقى في شي دار حداه ما كتحطش في اللوف ديالو. هادي المراقبه. ومن غير المأكولات الغذائية سواء لي برودوي شيميك حيدوهم الإخوان، ديروا لي برودوي ناتشورال يكونوا صالحين للحمام. وعليكم بالزيوت والماكلة نقية، ما تكونش موسخة وما تكونش غير لائقة لهاد الهواية هاد الحمام اللي كنحبو أكثر، وتنعطوه قيمة وتنعطوه أكثر من اللازم باش الحمام يطلع بخير وعلى خير باش يلعب معاك. وزياده السلالتيه خصها تكون مزيانه، الا ما كانت السلاله مزيانه راه واخا طلب الحمام تبريباري تقادو مزيان تيكون ناقص شويه، ماشي تيكون ناقص ما كما لابونت كتكون ناقصه لابونت، ولكن الحمام خصه يكون من الطراز الرافع، تكون سلاله جيده اللي فيها لابونت. اول حاجه هي الحمام يكون ناضي، تكون السلاله مزيانه زائد السجنه. اللوفت ضروري، اللوفت خص يكون اللوفت جيد ويكون فيه تهويئه ويكون صحي، خص تراقب واش صحي ولا ماشي صحي. ياك ما كاين الكولوندير، لان الشجنه عندك الا كان فيها الكولوندير واخا تبريباري الحمام تتعيا، راه بحال كتكب الماء على الرمله راه ما كاين والو. الحمام راه كيبان لك كياكل وكيطير مزيان داكشي، ولكن الجهاز التنفسي ديالو كيكون مخروق تيكون عامر، يلا تيسبيري واحد شويه. المهم اللوفت خص يكون الاخوان، اللوفت نحضركم اللوفت، اول حاجه هي اللوفت زائد السلاله زائد المواد اللي كتعطيو الحمام سواء لي برودوي والمأكولات ولي زونطريمو. حتى هما خصك ديروا لي زونطريمو باش الحمام ما يديرش واحد المجهود كبير باش يرجع اللوفت ديالو، لان المسابقات الاولين تيصعب على الحمام على الشنبور اللي يلاه كتلقوا اول مره كتلقوا واحد 80 ولا 100 كيلومتر باش يرجع اللوفت ديالو. الى رجع تيكون السلاله، كتكون السلاله زوينه ولكن كيرجع شاق، كيرجع بواحد المشقه كبيره باش كيرجع اللوفت ديالو. دونك خصكم الاخوان باش ديروا لي زونطريمو ابتداء من 15 10 كيلومتر 15 20 25، المهم تكثروا من المسابقات ديال لي زونطريمو، على الاقل دير واحد 5 ولا 6 ديال لي زونطريمو قبل المسابقات اللي كتكون فيها 100 كيلومتر 130 كيلومتر في اول مسابقه ديال الموسم.
وهادشي كان الاخوان، وتحيه لجميع الاخوان ديالنا كيشاهدوا مع هذا الفيديو، وتحيه لجميع المبتدئين سواء المبتدئين او غير المبتدئين، وتحيه للابطال المغاربه سواء اللي كيتواجدوا في المغرب وخارج المغرب، والابطال ديال العرب حتى هما اللي دائما كيشجعونا وكيتمنون لنا الخير وكيحفزونا باش نزيدوا في هذه الولاعه، نزيدوا بها لقدام ونطوروا الولاعه سواء في المغرب وفي الدول العربيه وفي الدول الاوروبيه وفي جميع القارات العالميه. تحيه للاخوه ديالنا الجزائريين، الاماراتيين، القطريين، المصريين، السعوديين، المهم اي بلاد عربي في اي في اي قاره كاين كنقدموا ليه التحيه وتشكرهم بزاف. الله يسخر الجميع على الاخوان. وهادشي اللي كاين الاخوان كما كتشاهدوا معنا دائما، لوفت دي طونديم بالعيد صلاح الدين اللي كيبذل واحد المجهود كبير باش يقدموا لكم الولاعه ويقدموا لكم ما هو جديد في اللوفت ديالهم، وبعض الحوايج اللي كتطلبها الهوايه ديال السباق داخل المغرب وخارج المغرب وفي القاره العالميه. وهادشي اللي كاين الاخوان كما تتبعتوا معنا، استحمام ديال الحمام وكيفاش عام وكيفاش كيما كتلاحظوا معنا الاخوان، هانتوما الحميمات راهم كاينين فوق سبوتنيكا تبارك الله، راهم منشورين كيقادو في الريش ديالهم. الله يسخر. هانتوما الاخوان، وهادشي اللي كاين الاخوان. بلا ما نطول على الاخوان ديالنا، دائما لوف ديال طونديم بالعيد صلاح الدين كيتواجد معكم بالعيد ملتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. بهذا الفيديو الإخوان نستودعكم، وتطلبوا ما أول حاجة الإخوان كنطلبوا من جميع الإخوان باش يبارطاجوا الفيديو وتابوناو مع قناة بالعيد ملتقي عبر اليوتيوب والضغط على زي الجرس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليكم الإخوان، الله يسخر الجميع.